بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بقي جملة من الأسئلة في الدرس السابق في هذا الباب. أحد الإخوة يسأل يقول: بالنسبة للقنوت، هل هو ثابت وهل له شروط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. القنوت المراد به هنا الدعاء الذي يكون بعد الركوع في الوتر، يكون بعد الركوع في الوتر، هو في قيام الليل ثابت ومستمر. وأما في الفرائض فالقنوت عند الجمهور إنما يشرع في النوازل، حينما تنزل بالمسلمين نازلة فيقنتون يدعون الله برفعها، أو يعتدي عليهم عدو يدعون الله بكف شره عن المسلمين. نعم. يقول شيخ: القنوت هل هو قبل الركوع وهل ورد القنوت قبل الركوع؟ المشهور والراجح أنه بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع. وهناك قول يعتمده بعض العلماء أنه قبل الركوع. نعم. قنوت النوازل الشيخ صالح متى يشرع وهل له ضوابط؟ قنوت النوازل على اسمه، إذا نزلت بالمسلمين نازلة من تسلط عدو أو تفشي مرض كونوا بالمسلمين يدعون الله برفعه. نعم. يقول: صلاة الليل ما فضلها، ولماذا كانت صلاة الليل أفضل من صلاة النهار بدرجات؟ صلاة الليل مستمر تشريعها وهي باقية، فيها فضل عظيم، وفيها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم بحاجة إليها، فهي مشروعة متأكدة في حق المسلم. نعم. شيخ، بالنسبة لصلاة الليل، إذا نسي الإنسان أو تكاسل عنها حتى دخل النهار، هل تقضى بعد الظهر؟ نعم تقضى، لكن فيما بين ارتفاع الشمس إلى قيام الشمس في وسط السماء أو وقت الظهيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل يقضيه في النهار في هذا الوقت، ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت قيام توسط الشمس في وسط السماء قبيل وقت الظهر، يقضيه في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام، ويشفعه، يشفع الوتر. نعم. تقول السائلة يا شيخ: ما الأجر المترتب على المحافظة على السنن الرواتب؟ وإذا اكتفى الإنسان فقط بالفرائض وحافظ عليها، هل عليه شيء؟ نعم، هو لا يجب عليه إلا الفرائض، ولكن هذه الرواتب هذه احتياطية، إذا حصل نقص في الفرائض يجبر من هذه الرواتب وهذه النوافل، والمسلم بحاجة إلى الزيادة من الخير، وبحاجة إلى ما يكمل فرائضه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: نحن في منزل كبير، ولدي أولاد وأولاد أولاد، وبأيضا لأولاد بنات،
فنصلي التراويح في رمضان في البيت، نصلي الرجال في البداية وفي خلفنا النساء والبنات. هذا جائز، ولكن صلاتهم في المسجد مع المسلمين في المساجد هذا أفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بعض الأطفال شيخ يمسكون المصاحف وهم على غير وضوء، فضيلة الشيخ؟ يتسامح في هذا لأنه لا يمكنهم تعلم القرآن إلا بهذه الطريقة، وهم عرضة لانتقاض الوضوء أو عدم الالتزام به، فيتسامح في هذا ولا يلزمون بالطهارة أو بالبقاء على الطهارة، وإنما يتسامح في هذا نظرا للمصلحة الراجحة في مداومتهم على تعلم القرآن من المصحف. نعم. يقول هذا المدرس: نعاني أو يعاني بعض المعلمين شيخ من الطلاب، وخصوصا طلاب تلاوة القرآن، أنهم يذهبون للوضوء لتضييع الوقت من الحصة، كيف نواجه هذه المشكلة؟ تواجهونها بملاحظتهم وتنبيههم على حفظ الوقت وعلى عدم إضاعته، وأن هذا يضرهم حاضرا ومستقبلا، تربونهم على هذا. نعم. أخيرا يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد رحمه الله كان يصلي كل يوم 600 ركعة؟ لا أعلم هذا، أنا لا أعلم هذا، ولكنه عليه رحمه الله كان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقوم من الليل. نعم. نعود إلى المتن، ووقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة، فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاة فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ثم قال: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ نعم، إذا سلم عن نقص سهوا، إذا سلم عن نقص سهوا ثم تنبه أو نبه بعد السلام، فإنه يعود إلى حالته في الصلاة من غير تجديد تكبير، لأنه يكفي التكبير الذي أداه قبل ذلك. نعم. وإذا زاد ركعة قطع متى ذكر؟ إذا قام إلى ركعة زائدة وعلم بزيادتها فإنه يجلس ويتركها ويسجد للسهو. نعم. وبنى على فعله قبلها قبل هذه الركعة الزائدة، وكمل ما كان قبلها وسلم وسجد للسهو. نعم. ولا يتشهد بعد سجود السهو إذا كان تشهد قبله. نعم. ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق. نعم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق إذا جاء في آخر الصلاة، أدرك آخر الصلاة ووجدهم في ركعة زائدة، فلا يعتد بها لأنها ليست صلاة وإنما هي زيادة لا اعتماد لها. نعم. ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. كذلك المسبوق إذا علم أن الإمام في ركعة زائدة سهوا فلا يدخل معه فيها لأنها ليست صلاة. نعم. وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع. إذا علم الإمام بنفسه أنها زائدة فإنه يجب عليه الرجوع عن هذه الزائدة،
وإذا لم يعلم ولكن نبهه ثقتان فإنه يعتمد قولهما ويبني على قولهما ويسجد للسهو. نعم. ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. ولا يرجع إذا نبهه واحد ثقة، لأنه لا بد من اثنين، لكن لو نبهه واحد وعلم بثقته فإنه يعتمد ذلك، لأنه تيقن أنها زائدة بتسبيح هذا الواحد الثقة. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين، لأنه صلى الله عليه وسلم سلم في بعض المرات قبل أن يكمل الصلاة سهوا، وقام من مكانه وجلس في مكان آخر، فأتاه رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، نقصت الصلاة أو نسيت؟ قال: لم تنقص، لم أنقص ولم أنسى. قال: بلى، قد نسيت. ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وسألهم: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وجلس في مكانه وكمل صلاته، سجد للسهو. نعم. ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة. العمل اليسير الذي يحتاج إليه المصلي كأن يفتح الباب لمستأذن، أو عمل خفيف كأن يخلع ثوبه إذا علم أن فيه نجاسة، أو يخلع نعليه إذا علم أن فيهما نجاسة في أثناء الصلاة، فهذا عمل يسير لا يضر بالصلاة، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، كأن قرأ في الركوع، قرأ شيئا من القرآن في الركوع أو في السجود، فإنها لا تبطل الصلاة بذلك. إذا فعل ذلك سهوا فإنها لا تبطل به الصلاة، ولكن يسجد للسهو. نعم. وينبغي السجود لسهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. نعم. سجود السهو يشرع لأحد ثلاثة أمور: إما لنقص في الصلاة سهوا، أو لزيادة في الصلاة سهوا، أو لشك في الجملة، فيسجد لأحد هذه الثلاثة. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمدا بطلت صلاته، لأنه نقص منها متعمدا تبطل صلاته، أو كذلك إذا زاد في الصلاة متعمدا بطلت صلاته. نعم. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها. وإن كان نقصه من الصلاة سهوا ثم ذكر أو ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو، لأنه لم يطل الفصل. وحتى لو تكلم وسأل الناس ليتثبت من سهوه، فإن هذا لأنه كلام لمصلحتها فلا تبطل به صلاته. نعم. ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. ولو يعني لا تبطل إذا نقص من الصلاة وسلم وخرج من المسجد وذكر أو ذكر، فإنه لا تبطل صلاته بهذا العمل اليسير، بل يعود ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. وإن تكلم سهوا أو نام
فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. كذلك لا تبطل الصلاة بكلام في الصلاة غير مشروع، كلام غير مشروع، كلام مباح لكنه غير مشروع في الصلاة، إذا لم يتعمده فإنها لا تبطل به الصلاة. نعم. وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تبسم. إن قهقها في الصلاة بطلت إجماعا، يعني بإجماع أهل العلم، لأن القهقها كلام وهو المبالغة في الضحك، لأنها كلام والكلام يبطل الصلاة إذا كان ليس مشروعا في الصلاة يبطلها وتعمده الإنسان. أما التبسم في الصلاة فإنه لا يضر، كان صلى الله عليه وسلم يتبسم حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح على ما شرحتم وبينتم وأفضتم في هذه الدروس الطيبة المباركة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذه الدروس مع سماحة الشيخ صالح. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل في هذا البرنامج وزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.